عزيز بنوان مرحبا يسوان، ان شاء الله تسيلي مؤخر وعلى خير. يعني مقدمه تقليديه بمناسبه المولد النبوي الشريف، على هذيك حبيت ندير لكم فيديو عن طريقه صنع الشموع وتزيينها بمناسبه هذا اليوم المبارك. اذا نبداو باول دي اي واي واللي هو The Golden Candle، يعني الشمعه الذهبيه. اول حاجه راح نسحقوا لقطع تاع الشمعة، يعني نقطعها كامل الى قطع. الى حبيتوا تخرجوها بلون تستعملوا هذه النوعيه. كذلك نستخرجوا الخيط تاع الشمعه، عود الاسنان، زيت عطري، قبلي او كاس من الورق، اناء زجاجي يتحمل الحراره، مع هذا الاناء تاع الزجاج باش نسخنوها داخل، جليتر او رذاذ اللماع، هاد الشريط كذلك بلون ذهبي. اذا نبداو نحطو كامل هذه القطع تاع الشمع نتاعنا قطعناهم، نحطوهم داخل الكسرونه، ومن بعد نحط عليهم الماء كي شغل نسخنو الشيكولا او نذوبو الشيكولا، ونحطهم فوق النار خفيفه، نحركوهم من داك باش ما يتحرق لكم. هذا بابت كامل لاكاميرا. من بعد نسكب هذاك الشمع نتاعي داخل هذاك الكوبلي اللي حطيت فيه الخيط في الوسط هكذايا، ومن بعد نعدل الخيط نتاعي باش يكون في الوسط، ونضيف زيت العطري. هنا استعملت زيت جونسون، تقدروا تستعملوا اي زيت عطري توفر عندكم. ونخليها حتى تنشف. هنا بعد ما نشوف لي الشمعه نتاعي وصفت برك هذه الكاسه، نجيب المقص ونحاول نقص بها الكوبلي نتاعي باش نخرج الشكل نتاع الشمعه. هذا هو الشكل نتاعها. من بعد نجيب المقص ونقطع هذاك الخيط كذلك باش يعطي شكل مرتب. من بعد تقدروا تستعملوا هذاك الخيط في اي شمعه اخرى. ونجيو للتزيين، نحط شريط لاصق باللون الذهبي مادام هي ذهبيه، نحطوه في وسط الشمعه، ونجيب الصمغ الابيض يعني يتباع في كل المكتبات، نفتحو وندير على الشمعه نتاعي، نوزعو كامل عليها، ونضيف عليه هذا الجليتر ونزينها بهالطريقه. انا زينتها بهذا الشكل، ثم تقدروا تزينوها كما حبيتوا، قدرت انه اكيد نفس الشيء درتو مع كامل الاطراف تاع الشمعه. هذا هو الشكل النهائي نتاعها بعد ما نشفت كامل. هنايا كفكره فقط حطيت لها، تعرفوا بمولد نبوي الشريف نحضروا كامل هذا الصحن فيه المكسرات الحلويات، حطيتها في الوسط يعني تعطي شكل بزاف بزاف شفاف. نجيو للدي اي واي الثاني واللي هو سنو كاندل او شمعه ثلجيه. نسحقوا فيها اناء زجاجي يتحمل الحراره، عطر، هنا استعملت هذا العطر اسمه جود جول بزاف هايل، الخيط نتاع الشمعة، إلى جليتر باللون الأزرق يعني الثلج مثل الثلج، وهذه الحاشية باللون الأبيض للتزيين. إذا نبداو نحط الخيط نتاعي في الوسط، يعني سقطو بشريط لاصق، من بعد سكبت عليها هذاك الشمع السخون، على هذيك قلت لكم لازم يكون زجاجي، ورشيت لها بعض من القطرات نتاع العطر جود جول. بعد ما نشفت الشمعة نتاعي كذلك نقطع هذاك الخيط، يعني نفس الشيء مع هذيك الاولى. هنايا درت زين واحد اخر، يعني حطيت كامل هذاك الغراء الابيض فوق الشمعة، ووزعت عليها هذا الجليتر باللون الازرق. هنا استعملت مدية، تقدروا تستعملوا بمرشاه
نزعته كامل في أطراف الشمعة. من بعد مسحت فين توسخني شوية بالغراب، وجبت الحاشية متاعي باللون الأبيض وربطتها على شكل فيونكة، هذا باش تعطي شكل يعني تعطي فخامة للشمعة متاعي. عدلتها كامل وقطعت يعني الزائد بتاع الحاشية. نخلوها حتى تنشف، وهذوما شمعتين كي بديت نخليهم حتى ينشفوا هذو اللي يعرضوا زوج سوايع، وهذا هو الشكل النهائي نتاعها. حتى هذه بزاف شابه بزاف هايله، تزينوا بها الغرفه نتاعكم ولا في المطبخ. وهكذا يكون خلص الفيديو نتاع اليوم، نتمنى عليكم بزاف بزاف. لا تنساوش ديروا لايك للفيديو باش تشجعوني ندير لكم فيديوهات اكثر، واشتركوا بالقناه وتابعوني على الانستغرام وتويتر. نحبكم بزاف ونشوفكم في فيديو جديد. باي باي.